يلا ركبوا. هاي هاي جت معك طلاوي. ويلا جت معك. السلام عليكم اخواتي، اليوم غاري نخرجوا انا ومحمد ودراري ليلى دابا في الزنقه. غاري نخرجوا اخواتي باش نقد مسائل ديالنا على خطن ديال يوسف، ما بقى والو ان شاء الله نهار احد الى كتب الله. الى كتب الله اخواتي صافي. دابا ركبت هنايا في القدام ديال الطوموبيل، لانه هاد النهار انا اللي غاري نسوق اول مره غاري نسوق اخواتي في المدينه، ودابا ما عرف واش كنعرف نسوق ولا لا. لا اخواتي انا غير كنضحك معكم، انا غير كندير براسي هنايا واش تجي معايا الطوموبيل ولا لا. عرفتوا اخواتي انا كنحمق على شي سوقان بصراحه، ما كرهت نكون عندي بيرمي وغادي نسوق. ولكن قبل اخواتي غادي ندوزو عند خالتي باش نجيب الطبله ديالها. يلا ركبوا. هاي هاي جات معك طوموبيل. ويلا جات معك طوموبيل. انا ما كرهتش والله، ما كرهت تصوبي عليا وتخليني نجلس ما فيها ما نصوب والله. ولا ما كرهت نسوق، ما كرهت نسوق والله الا ما كرهتش. كرهت تصوبي ومشينا نجلس تما، كاينه كتعجبني الجلسه تما على هنا. خالتي شحال خالتي شطريتي هذا؟ شريت 7000 ريال. 7000 ريال؟ 6000. عرفتوا خواتي زبات نسكنا هنايا، ديك الساعه اللي دخلنا في هنايا زبات نسكنا بصراحه هنايا، وما فيهاش صداع، ما فيهاش كاع صداع، وما فيهاش بز، واعره واعره صراحه. مقاط نسكنا هنايا بحالك في المدينه اخر، بحالك في المدينه اخر، و يعني النفسيه ديالك ترتاح بزاف. يا سلام يا سلام، الحمد لله. هذا قلت لكم خالتي اشتراه هانتوما، حطانا فوق فوق الطوموبيل بس لانه ما كيدخل في كوفر صراحه. هانتوما هنايا سكنه واعره اخواتي، سكنه واعره هنايا. شوف شوف واعره وبرد برد برد ما شاء الله، واعره سكنه. صافي اخواتي، في العشيه دوزنا في المول الحوايزات، اشترانا هذاك الشيء اللي مسائل ديالنا، اشترى ديال يعني محمد اشترى شي حاجه ديالو ديال يوسف، ودابا بقى لي غير هذا نقاب ابيض وصافي. واخيرا لقيته، عجبتني بصراحه هذا نقاب واسع خواتي، هذا فولار ديالو واسع. اشتريت غينا انت اختي مريم اللي كنعرفها بصراحه، عندها عوايز ابيض زوينين. هانتوما هذا فولار جديد، هي اللي صوباته شتو، كتعقدي تما عاد كتلفي وصافي. داك الساعه خواتي من بعد رجعنا في الدار، رجعنا غي انا ويوسف وليلى، خلانا عند خالتي، ومحمد جاب شي حاجه يعني مازال جاب شي حاجه وصافي. رجعنا غي انا ويوسف، وغادي نوريكم خواتي داكشي اللي تقدينا. وعرفتوا خواتي، عرفتوا شحال فرحانه خواتي، تخيلوا خرجنا مع ديك الساعه وحده بس نقد مسائل ديالنا، وما تنحس كاع الطميره، كنحس الصراحة فرح، كنفرح بزاف خواتي الصراحة. صافي دابا خواتي رجعت دابا في الدار، انتم شفتوا قبيلة فين مشينا، سخرنا هذاك الشيء اللي مسائل ديالنا اللي نحتاجه في ديال يوسف، الحفلة ديال يوسف شوية. ودابا غادي نشارك معكم شو جبت هنايا. المهم اخواتي عندي جبنا هذا اليوسف، هذا ديال يوسف، جابنا هذا ديال طربوس ديالو، هانتوما هذا ديال يوسف. هذه والدي، هذه نشوفك، هذه اوبا، هذا ديال والدي، هانتوما زيزي قدو،
نشوفك اش هذا جنيشان ها نشوف نشوف لا فوق راسك لا فوق راسك يا جبدار صافي مزيان مزيانه ايوا يلا يلا اجي نزل نزل صافي هذا شو اسمه هذا ديال محمد هذا ديال محمد محمد حتى محمد اشترى لبس ديال الجبادار ها انتم هذا صنداله ديالو صافي وها هي هذا ديال اللبس ديال محمد هذا ها انتم انا غادي نوريكم خواتي ها صراحه هو اول مره غادي يلبس هذا الشيء هذا شو اسمه هذا بنطلون ديالو بنطلون سروال 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 ديالو و هذا شو اسمه هانتوما هذا لبس ديالو لبس ديالو هذا اللي كديروا فيه الفوكو فوق صافي هذا هو الفوكو هانتوما هذا من فوقه هل أبايا خفيفة عرفتي عرفتي قبيلة لبسها هو كيجي كحمق كتحمق وصافي شنو بعد أنا اشتريت من هذا شو اسمه وصافي هذا أخواتي اشتريت من عند مول أبايات اللي كنعرفيه كنعرفها اختي مريم هانتوما هذا الطوب ديالو غزال هذا فولر هذا خوتي عاد خرجات هذا فولر هذا ما كانش عاد خرجات هذا فولر والطوب يعني شو اسمه هذا خيب الطوب ديالو خيب صراحه زوينه في النقاب ديالو هانتوما وشو اسمه واسع بزاف شتو واسع نوريكم كيفاش كتلبسها ها نتوما هذا عنده مشد نوريكم كيفاش غير يجي عنده نقاب هذا ولكن مازال عنده في الدار ديال هذاك الساعه غادي ناخذ غدا ان شاء الله لانه غير هنايا هدانا نوريكم كيفاش كنلبس خواتي دي شي حاجه زوينه كدير غير هكا ها نتوما وعندها هي عندها بزاف عندها انوان وكدير هكا الشكل هذا كتلفي وصراحه عجبتني بصراحه وصافي اذا كان عندك هنايا مثلا شو اسمه يعني شوك ديري الشوك هنايا وكديري هكا هاد الشكل هذا غنوريكم لا غير هكا ماشي مشكل غير هكا صافي كدير بحال هذا الشكل وكيزي هنايا ننزل هانتوما ننزل في اللور وحطها هنايا شتو غير ديري بعدا هنايا مقبط شفتو شحال واسع واسع بزاف بزاف اذا عندك هنا ممكن نديري بحال هذا الشقل كدير هنايا شو اسمه غنوريكم يعني كدير غير هنايا هل هذا لبغا هل هذا الشقل
شتوها ومازال ما حزت النقاب ديال الحال بيضة عندها وهذاك الشيء. المهم بلا ما نطول عليكم اخواتي، وهذا هي نهاية الفيديو، وكنتمنى ان عجبتكم هذاك الشيء، وما تنساوش ديروا لنا لايك لايك لايك. يلا اخواتي نشوفكم في فيديو اخر، باي باي.